قلعة دار الحيد أو القلعة الأميرية البيضاء على قمة ربوة أو هضبة صخرية مرتفعة عن سطح مدينة الضالع إلى جهة الجنوب. وتتكون القلعة الأميرية من أربعة أدوار، وتقع إلى الغرب من القلعة العثمانية التاريخية، وتلتف عليها أسوار عتيقة تتخللها أبراج المراقبة وشرفات دفاعية. وبنيت هذه القلعة لغرض الدفاع عن المدينة، ولتكون مقرا لحكم أمراء الأسرة الأميرية. قلعة دار الحيد أو دار الحيد، يعود تأسيس القلعة إلى القرن 13 الميلادي، وهي أصغر وأقدم إمارة جنوبية، كما ذكرها المؤرخ أمين الريحاني في كتابه ملوك العرب. وبجانب القلعة الأميرية توجد الكثير من المباني التاريخية التي لعبت دورا حيويا في تاريخ إمارة الضالع. تتميز العمارة في قلعة دار الحيد بشكل هندسي جميل، تبرز عظمة الفن المعماري اليمني بشكل عام والضالعي بشكل خاص، وهذا يعكس التطور الملحوظ في فنون العمارة العسكرية القديمة من خلال طريقة عمارة القلعة في تلك الحقبة الزمنية من تاريخ إمارة الضالع.